بعد ما الموظف يوزن الشنط ويحط الباركود، الشنط تنتقل الى شيء بنسميه كونفير بيلت. الكونفير بيلت هذا اللي احنا شايفينه بياخذ الشنط لشيء بنسميه دي سي في، ديستنيشن كودد فيكل، او انا اللي بسميه مدينه الملاهي. الدي سي في هي هاي العربات الحديد بتحمل الشنط وبتمشي على مسار حديدي، سرعتها بتوصل ل 32 كيلومتر بالساعه. بس شو فائده الباركود اللي حطه الموظف على الشنطه؟ الباركود هذا بيكون عباره عن 10 ارقام تمثل مين هو صاحب الشنطه واي طيران هاي الشنطه لازم تروح. طبعا تنقرأ بسكانينج اللي هو بالارف اي دي. من خلال الارف اي دي بنعرف الشنطه اذا رايحه بالمسار الصح وبنعرف وين الشنطه بالضبط. عشان هيك بنلاحظ انه في شنط بتروح بمسارات مختلفه حسب وين الطيران وحسب هاي الشنطه اذا لازم تروح على السكانينج ولا لا. سكانينج يعني الادفانس للسيكوريتي. طبعا كل الشنط اللي هون موجودين بيخضعوا للسكان، للسيكوريتي سكان، وفي ليفلز، يعني في ليفلز لانه حسب دقه السكان. فاذا شكوا بشنطه مثلا بتروح لسكان رقم واحد، بعدين تطلع لسكان ادق. هذه الصور يعني بس امثله انه اذا كيف السكان الاول عطى انذار بتروح لسكان ادق الشنطه حتى تروح لسكان رقم 3 ورقم 4. بعدين بوصل الموضوع انه لا، لازم نحن نعملها هاند تشيك او بسموه هاند سكرينينج. هي المرحله الاخيره انه بيضطروا الموظفين يفتحوا الشنط ويفتشوها مانيولي حتى يشوفوا ويتاكدوا ما في شيء خطر. كل هذا اللي بالفيديو بدخل تحت مسمى باجج هاندلينج سيستم او بي اتش اس. مع انه المهندس المدني بيضل هو المسؤول بهالمواضيع وهو بيكون مسؤول عن المشروع كله، هاي التفاصيل مهمه للمهندس المدني يعرفها للي بيشتغل بالمطار او للمهندس المدني المستلم كليمز او ديسبيوتس عن المطار. فبيلازم يعرف شو طالب المقاول وشو الاشياء اللي عم تواجهه. اذا ما بيعرف شو يعني كونفير بيلت وما بيعرف الامور، فكيف بده يحل المشكله؟ هذا كان كل شيء اللي بحكي عن المطار. للي حابب يقرأ أكتر يشوف اللينكس اللي حطيتهم على الديسكريبشن. يعطيكم العافية.